في قطاع الطاقة، رفع البنك العالمي سقف توقعاته لأسعار النفط لسنة 2017، والتي ستتدعم السنة المقبلة بفضل اتفاق الأوبب المبرم في سبتمبر الماضي بالجزائر العاصمة، لينحصر الإنتاج ما بين 32.5 مليون برميل يوميا و 33 مليون برميل يوميا. وأوضح البنك العالمي في تقريره الفصلي حول أسواق المنتجات القاعدية أن اتفاق الأوبب لتقليص الإنتاج سيساهم في رفع الأسعار، مع المراهنة على سعر اتفاق الأوبب لتقليص الإنتاج، أقول سيساهم في رفع الأسعار مع المراهنة على سعر يقدر ب 55 دولار للبرميل الخام مقابل 53 دولار، وهو السعر الذي تم توقيعه في شهر جويلية. ومن المقرر أن ترتفع أسعار النفط والغاز الطبيعي والكربون بنحو 25% خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، وهو ارتفاع يفوق التوقعات المتضمنة في التقرير الأخير لشهر جويلية.